على ايدينا اليمين محطة الحافلات المركزية او الموقف الاقليمي اللي بيربط العاصمة الادارية بجميع محافظات مصر. والطريق اللي قدام حضراتكم ده النفق اللي قدام حضراتكم ده كده الطريق اللي فوق ده الطريق الدائري الاقليمي، ودي مدينة الفنون والثقافة على ايدينا الشمال تبدأ تظهر في الصورة، وعلى ايدينا اليمين الطريق الدائري الاقليمي. يعني لو حضرتك جاي من على الطريق الدائري الاقليمي من الاقاليم اتجاه بنها من اتجاه المنوفيه وماشي على الطريق الدائري الاقليمي، بيكون على ايديك اليمين منطقه الاعمال المركزيه والبرج الايقوني، وهي على ايديك الشمال الحديقه اللي ظاهره في الصوره كده ومدينه الفنون والثقافه. يبقى الطريق الدائري الاقليمي هو موجود غرب مدينه الفنون والثقافه عشان تبقى الناس عارفه الاتجاهات بتاعتنا احنا بنتكلم في ايه بالظبط. دي كلها حديقة كبيرة جدا موجودة ممتدة بطول الطريق الدائري الإقليمي لحد محور الماسة اللي هتشوفه دلوقتي. دي كده على ايدينا الشمال مدينة الفنون والثقافة، دي أكبر مدينة فنون وثقافة في الشرق الأوسط على مساحة 127 فدان. المشروع مكون من جزئين، الجزء الأول هو دار الأوبرا والجزء الثاني هو مدينة الفنون. مدينة الفنون مكونة من جزئين، مكتبة، والجزء الثاني عبارة عن متحف لعواصم مصر. زي ما حضراتكم شايفين الوضع على الطبيعة، طبعا كنا في يوم من الأيام المكان ده كان فاضي خالص وما كانش فيه أي حاجة، دلوقتي بسم الله ما شاء الله الشجر بيكبر والدنيا بتتطور في المكان. المبنى اللي في الوسط ده أو الكبير ده، ده مبنى مدينة، ده مبنى الأوبرا، دار الأوبرا. طبعا هي أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط على مساحة كبيرة جدا بتستوعب فيها مسرح بيستوعب 2150 فرد. طبعا المدينه برضو فيها بتضم عدد من المسارح وقاعات العرض والمكتبات، يعني عايز اقول لك ان في مكتبه في المدينه هنا تستوعب لعدد 70,000 كتاب ومساحتها 10,000 متر مربع عشان الناس تستوعب الارقام اللي احنا بنتكلم فيها. بالاضافه طبعا المدينه فيها متحف لعواصم مصر وجايبين مسلات فرعونيه من مدينه صنع الحجر موجوده في قلب المدينه، بحيث ان هي تكون مدينه متكامله لجميع الانشطه الفنيه والثقافيه في نفس الوقت. يعني فيها قاعات احتفالات كبرى بتستوعب 2500 شخص مجهزه باحدث التقنيات. المدينه برضو فيها مسرح صغير فيه قاعتين بيستوعبوا لعدد 750 شخص، بالاضافه ل زي ما قلت لحضراتكم فيها اكبر دار الاوبرا وفيها السينما 4D ومتحف للشمع ومسرح للموسيقى واستوديوهات للصوت وقاعات تدريب للالات الموسيقيه. الممشى اللي على ايدينا اليمين ده قدام مدينه الفنون والثقافه مباشره زي ما قلت لحضراتكم، محصور بيننا وبين الطريق الدائري الاقليمي زي ما حضراتكم شايفين كده، في ممشى كبير خالص بالاضافه لكميه مولات ومحلات تجاريه هيتم افتتاحها قريب خالص باذن الله تعالى زي ما حضراتكم شايفين. كل دي مدينة الفنون والثقافة مساحتها 127 فدان، زي ما قلت لحضراتكم في موجود فيها مكتبة مساحتها 10,000 متر وبتضم 70,000 كتاب، وموجود فيها برضه مكتبة للطفل. ده كده مسار المونوريل عشان الناس تبقى عارفة، مسار المونوريل جاي على محور بن زايد الشمالي وبيتعدي طريق الدائري الإقليمي في المكان اللي قدام حضراتكم ده كده، بيخش ما بين مدينة الفنون والثقافة وفندق الماسة علشان يلتقي مع مسار القطار الكهربائي ويعملوا محطة كبيرة خالص، محطة تبادلية بين القطار الكهربائي اللي جاي من محطة عدلي منصور ورابط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق مع المونوريل اللي جاي من مدينة نصر ورابط مع محطة استاد القاهرة في مدينة نصر، محطة مترو استاد القاهرة لحد هنا كده. ده بدأ يظهر قدام حضراتكم لو حضراتكم شايفين كده في الصورة فندق الماسة. ده كده فندق الماسة، طبعا فندق الماسة من اول الاماكن اللي اشتغلت في العاصمة الادارية الجديدة. كل دي مولات تجارية موجودة في الحديقة اللي قلت لحضراتكم عليها، ممشى كبير جدا هيكون مكان سياحي ضخم على فكرة. المكان ده زي ما قلت لحضراتكم الفندق شغال حاليا، الليلة فيه تقريبا بالساعة 3000 جنيه، في بحيرات بشواطئ رملية وفي حمامات سباحة، في قاعات ملكية ورئاسية، في قاعة كبيرة قاعة مطورات ضخمة جدا اسمها قاعة القمة هنشوفها دلوقتي برضه في الفيديو بإذن الله تعالى. وقدام حضراتكم ده كده المسار بتاع الأبراج السياحية في منطقة الداون تاون هنشوفها برضه واحنا ماشيين في السكة. ده كده فندق الماسة اللي عليه علم مصر، طبعا هو فندق الماسة الناحية التانية منه موجود منطقة الداون تاون، يعني احنا ماشيين موازي دلوقتي لمنطقة الداون تاون وهنتقاطع مع محور الماسة دلوقتي حالا
اللي بيعدي من قدام فندق الماسة. كل ده فندق الماسة، وبعد منه على طول قاعة القمة للمؤتمرات اللي بيحصل فيها المؤتمرات الرئاسية، اللي هي اللي عليها القبة البيضة دي. المكان طبعا من سنة كده ما كانش بالجودة والروعة اللي قدام حضراتكم دي كده. الناس بتسألني هل الأشجار الموجودة في العاصمة أشجار زينة ولا أشجار مثمرة؟ لا، في أشجار زينة وفي أشجار مثمرة. يعني إحنا شوفنا في أكتر من موقع، في أشجار زي ما قلت لحضراتكم برتقال، وفي مانجا، وفي أشجار موالح كتيرة جدا إحنا شفناها في أكتر من موقع يعني. بالإضافة طبعا لأشجار الزينة والأشجار الخشبية. أنا طبعا مش متخصص في الكلام ده، بس على قد ما عرفت يعني في أشجار كتيرة جدا وفي تنوع كبير جدا في الأشجار، بخلاف النخل اللي الناس كتيرة بتشتكي منه أو زعلانة إن موجود نخل كتير في المدينة. كل ده كده حديقة زي ما قلت لحضراتكم، جايبينها من عند محور الوزارات لحد محور الماسة يتقاطعوا مع بعض هنا. دي قاعة القمة للمؤتمرات قدام حضراتكم، استكمال فندق الماسة. واحنا ماشيين كده، احنا جايين طبعا من اتجاه الشمال اتجاه الجنوب عشان الناس تبقى عارفة احنا ماشيين ازاي. محور الفندق الماسة مدينة الفنون والثقافة موجودة على شمالنا، ومحور بن زايد الشمالي دلوقتي موجود على يمين. قدام حضراتكم كده منطقة الداون تاون، وبدأ يظهر منطقة الأبراج السياحية عشان الناس تبقى عارفة احنا ماشيين فين بالظبط. دي كده البوابات الرئيسية لقاعة القمة، وده كده مسار القطار الكهربائي اللي بدأ يظهر قدام حضراتكم في الصورة. وعلى ايدينا الشمال منطقة التسوق والتنزه اللي في قلب منطقة الداون تاون، وعلى ايدينا اليمين المباني اللي ظهرت بدأت تظهر دي على محور بن زايد الشمالي. دي كلها منطقة الأبراج السياحية.